مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والأعمال. أنا بيني وأحييكم من بكين. اختلاف مما كان عليه في السابق، تندمج أشكال تجارية لاقتصاد فرد تطور تكنولوجي أي أفراد مع منصات، وخاصة في ظل الوباء يلعب اقتصاد فرد جديد دورا مهما في تحفيز استهلاك والتوظيف. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على اقتصاد فرد جديد مع ضيفنا عبر الانترنت سيد دو مينهاو، وهو نائب رئيس لشركة جوليشيك. مرحبا بكم أستاذ دو. فرصة سعيدة، شكرا على هذه الدعوة. وقبل حديثنا مع ضيفنا اليوم لنتابع تقرير التالي أولا. كان ياندي يعمل مندوبا للتسويق العقاري. منذ العام الماضي استقال وأصبح مستشارا عقاريا فرديا على الإنترنت. يحقق الأرباح من خلال الاستشارات الفردية وتقديم المعلومات العقارية على الإنترنت. 最大的差别是我可以自由掌控或者自由安排我的工作时间，以及我可以自由选择我的雇主。原来的话，我的月收入在10000到20000之间，算上年终奖。那现在的月收入至少是有20000左右。 مع زيادة العملاء يكسب ياندي الكثير من الخبرات في مجال تخصصه. يبدأ في مشاركة تجاربه العقارية من خلال إنتاج الدورة المعرفية المدفوعة ووضعها على الإنترنت. 随着每个月，他都会有不断的人去购买这个课程。到目前为止，已经赚到了10万多。只需要创作出优质的内容，自然而然就会有人找到我。 لين إي جي من شينداو بمقاطعة شاندونغ. بعد تخرجه من الجامعة، اختار أن يصبح صانع فيديوهات بشكل فردي. يتابع حسابه الخاص على الإنترنت أكثر من 60000 معجب. 我觉得它门槛变很低了，因为大家有一部手机或者是一个小相机，就是都可以去拍自己想拍的东西啊。يسجل لين إي جي مشاهد حياته اليومية من خلال الفيديوهات، يزور المتاجر والمعالم السياحية ويشاركها مع المعجبين، ما يجلب له فرص أعمال جيدة. 他会在评论里问我，我的衣服在哪买的，或者我的 生活用品，我家里的小电器在哪里买的，然后这一些的话会被一些品牌看到，然后他们就会找到我，找我合作。尤其是25岁以下的年轻人，已经把互联网平台当成他们的一个非常重要的自我价值变现的一个渠道。就是我们希望在平台上有超过10000个用户，每个月的月收入可以超过10000块钱。 قال الخبراء إن الفرق بين الاقتصاد الفردي الجديد والاقتصاد الفردي التقليدي يتمثل في المنصات على الإنترنت، ما أدى إلى ظهور نموذج توظيف المنصة مع الفرد مثل طلب السائق من على الإنترنت وعامل التوصيل على الإنترنت ومشاهير التسويق عبر الإنترنت وغير ذلك. 我们看到呢，在这个数字经济情况下，新个体经济可能会成为一个非常重要的和这个 传统的就业方式的一个补充. كما أعرب الخبراء أن المرونة هي أكبر ميزة لممارس الاقتصاد الفردي الجديد للتوظيف، لكن في المقابل يتغير مكان التوظيف بشكل دائم. معظمهم يعملون عبر منصات متعددة ومع العديد من أصحاب العمل، ما يسبب صعوبات كبيرة في دفع التأمين الاجتماعي. نعم سيد دو، مؤخرا أصدرت 13 جهاز حكومية مركزية من بينها اللجنة الوطنية للتنمية وإصلاح وثيقا وذكر فيها لأول مرة تشجيع تدوير اقتصاد فردي الجديد، فممكن تقدم لنا بعض معلومات حول يعني اقتصاد فرد جديد وما الفرق بينه وبين اقتصاد فرد التقليدي؟ طبعا هذه السياسة عموما سياسة وجيهة جدا وجاءت في وقتها. اقتصاد فردي شبكي أو رقمي أعتقد ها هو الجوهر هذه السياسة. هناك جوانب عديدة تتمثل في كونها مختلفة تماما بالمقارنة مع الاقتصاد الفردي التقليدي. على سبيل المثال، نعلم أن الاقتصاد الفردي التقليدي يتمثل في أنماط عديدة وواسعة بما فيها المحلات الصغيرة، أعمال بسيطة، والبيع أو البائعين المتجولين. لكن الآن نتكلم عن هذه
هذه المجموعة من الأنماط الجديدة والخدمات الجديدة بالاعتماد على أنماط الاقتصادية والتجارية الجديدة والتكنولوجيا وإبداعات جديدة تواجه أسواق والمستهلكين بالمجموعات الجديدة. وكل هذه الجوانب الجديدة هي تتمثل في الفرق الرئيسي والمميزات الفريدة بالمقارنة مع الأنماط أو الاقتصاد الفردي التقليدي. نعم، وأيضا يعني ما هو جديد الذي يقدمه هذا النوع من الاقتصاد؟ طبعا أنا أعتقد هذه السياسة ستجلب فوائد عديدة وواسعة، ليس فقط في توسيع التوظيف، وأيضا في توسيع أو يعني اختراع أو البحث في أسواق جديدة والفرص التجارية والأعمال الجديدة، فهذا سيدخل دفعة وحيوية جديدة لاقتصاد الوطن والتجارة العالمية على حد سواء. فكما قلت أنا أعتقد الجوهر الرئيسي لهذا الاقتصاد الفردي الرقمي أو الشبكي هو اعتماد على إنترنت. فالهدف العام من وراء هذه السياسة هو تحقيق نقلة بل قفزة كبيرة للتجارة والاقتصاد والعمال في الصين وفي العالم من تحت الشبكة إلى ما على الشبكة. وهذا يعني هذه تمثل نقلة نوعية وكبيرة، والوطن أو البلد والعالم والاقتصاد العالمي يحتاج في الوقت الحالي بسبب تأثيرات كورونا فيروس إلى هذا النوع من الإبداع السياسي وإبداع العمالي وإبداع الاقتصادي. فهناك يعني أعتقد هناك توقعات كبيرة لهذه السياسة الجديدة والمشاركة واسعة والعامة من الجماهير والأصحاب الأعمال والشباب إلى هذا التيار الكبير والعظيم. نعم سيد الدو، حسب معرفتكم من يمكنه المشاركة في اقتصاد فردي الجديد؟ طبعا اقتصاد فردي الجديد أو الرقمي أعتقد أكبر وأجمل الصفات لهذا النوع من الاقتصاد الفردي الجديد هو المرونة والسهولة، بمعنى عتبة الدخول إلى هذا القطاع منخفض جدا من ناحية العمر، من ناحية المهنة، من ناحية المعارف، من ناحية يعني المهارات. فهذه السياسة ممكن تواجه ويعني تساهم تساعد عدد واسع من الجماهير. أعطيك المثال الصغير، أنا عرفت من قريبا ما حصل في مصر تأثيرا من المتأثر ب كورونا فيروس. كان في القاهرة السيدة كبيرة السن كانت تمتلك محل صغير في حيها، وهي تورد الجيران بالبضائع البسيطة وال يعني بضائع الأساسية، لكن بسبب فيروس محلات لها يعني الأداء المحل كان يواجه صعوبات كبيرة غير مسبوقة. فهي يعني كبيرة سن ليس لها معارف كثيرة عن الإنترنت، لكن حفيدها حكى لها قصة أو كيفية إدخال عمل هذه المحلة الصغيرة إلى على الشبكة باستخدام التسوق الشبكي والتوريد والتوصيل البضائع والأخذ
طلبات على الشبكة على الإنترنت. فحفيدها ساعد هذه السيدة كبيرة السن لفتح محل الرقمي على الشبكة. فبهذه النقلة النوعية هذه المحلة أصبحت محلة إلكترونية أو منصة مصغرة لتسوق الشبكي. فهذه السيدة تورد ليس فقط جيرانها بالبضائع من خلال هذه المنصة أو من خلال هذا المحل الرقمي، بل أيضا تخدم الطبقات والمجموعات الأكبر وأكثر من المستهلكين الجدد. وها هو المثل الحي للفوائد الفورية لهذه الأنماط الجديدة. ليس لا تتطلب الحجم كبير أو تكنولوجيا المعتاد، بمجرد إدخال العمال من تحت الشبكة إلى ما على الشبكة. وأعتقد أهم المفتاح لتحقيق ذلك هو تغيير المفاهيم والتفكير التفكير. نعم، هذا المثال يعني حيوي، هذا يشهد أن بالنسبة للمصريني هم يستطيعوا أن يستخدموا يعني تقنية الحديثة لمعاملات التجارية. أظن هذا الإدخال إلى هذا المجالات ليس يعني صعب جدا، ولكن إذا نريد نحصل على النجاح ليس يعني أمر يعني سهل. فكيف يمكن لممارسي الاقتصاد الفردي الجديد تحقيق النجاح حسب يعني رأيكم؟ صحيح، طبعا نحن في عصر الإنترنت، و يعني أجمل صفات الإنترنت هو يعني ممكن يستفيد الناس عامة من هذا العصر، هذه التكنولوجيات الجديدة بكل سهولة. لكن لا يعني ذلك سهولة النجاح، لأنه كأصحاب الأعمال هناك أشياء وظروف لازم تحترمها وتتعرف عليها، نسميها عناصر أساسية أو أساسيات. مثلا لازم أن تحترم القوانين والمعايير وتحترم السوق المنضبط، هذه أشياء كأساسيات مهما كانت مهنة، مهما كانت أنماط التجارة أو أنماط الاقتصاد. أعتقد اقتصاد الفردي الجديد لازم يحترم هذا القانون الأساسي. على هذا الأساس أو إلى جانب ذلك هناك أسباب تتعلق باختيار، وهذه أشياء أو هذه الأسباب والظروف تتمثل في مفتاح النجاح لأي أعمال. مثلا إبداع والتجارب والتعرف، أعتقد أهم من ذلك يعني تعرف على احتياجات السوق وكيف تتخذ رد فعل أو رد أو المبادرة أمام هذه الاحتياجات. وها هو يعني سر النجاح أو يعني سر، لكن ليس في شكل السر، لكن يحتاج إلى تصميم وتعرف ويعني تجارب حقيقية. أعتقد أصحاب الأعمال الذين يمارسون اقتصاد إنترنت زائد أو تسوق شبكي أو تجارة شبكية، فلازم تتعرف على هذه البيئة وهذه المعارف.
نعم، وأيضا يعني إذا نتحدث عن سياسات على الصعيد الوطني، يعني طرحت الحكومة الصينية مؤخرا سلسلة من الوثائق لتشجيع تدوير اقتصاد فردي الجديد، وأيضا فتح مساحات جديدة لاستهلاك وتوظيف. ففي رأيكم يعني ما أهمية هذه المبادرة في الوضع الحالي؟ أعتقد فوائد تتمثل في مجالات عديدة. عموما اقتصاد رقمي فرأيي هو المستقبل، نظرا للخارطة الاقتصادية العامة ليس في الصين فقط بل في العالم بأسره. نعلم الخارطة أو المعادلة الاقتصادية والتجارية في كل بلد الآن في صدد تغيير متسارع. ولما نتكلم عن التجارة العالمية أيضا هي تمر بتغيير متسارع كل يوم، يعني في أشياء تطلع بشكل غير مسبوق بما فيها التجارة الإلكترونية، بما فيها أنماط أو أشكال الخدمات، أشكال أو المنتجات الإلكترونية. أعتقد في بعض المجالات الصين فعلا قد حصلت على المرتبة متقدمة جدا في العالم بأسره. فهذا الاقتصاد الفردي الجديد أولا يولد فرص توظيف جديدة نسميها التوظيف الرقمي. مثلا حسب السياسة الحالية أو السياسة الجديدة ممكن هذه السياسة تشجع عمل جزئي أو عمل بالمشاهرة أو العمل المؤقت. فيعني هذه مرونة عالية جدا، بدرجة عالية جدا. على سبيل المثال أنا رسام أو فنان أشتغل في ورشة، فبفضل هذه السياسة الجديدة ممكن أفكر في فتح محل الرسم الشبكي على الإنترنت. فهذه الإنترنت وهذه السياسة الجديدة تساعدني في تمديد خدمات أو مهاراتي ومؤهلاتي إلى ناس أوسع. فهذه هي من الصفات الجميلة أو نتائج المشجع لهذه السياسة الجديدة. وطبعا هناك تحديات لهذا النمط الجديد للاقتصاد الرقمي بالنسبة للأفراد مثلا، لأن نعلم على الشبكة بفضل فتح الأسواق على الجميع، فذلك يعني أسعار شفافة جدا. كيف تجعل نفسك مختلف عن المنافسين متنافسين عن المحلات أخرى؟ هذا موضوع كبير، بمعنى صحيح الوصول إلى النجاح في هذا القطاع وفي هذا النمط الجديد ليس سهل أبدا. وكذلك النجاح وأداء يعتمد أولا وأخيرا على إمكانيات الفردية. مثلا أنا شخصيا لا أعتقد أنك ممكن أستطيع أن أنجح في ترويج البضائع من خلال البث الحي لأني لست المؤثر الشبكي. فكل فرد، كل شخص في هذا القطاع لازم يفكر في كيفية استغلال المميزات الفردية وتبحث في القواسم المشتركة بين المهارات والمعارف والظروف الفردية مع احتياجات السوق. نعم، شكرا سيد دو. نأخذ نفس ثم نستمر في حوارنا. أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل نستمر في حوارنا وهو موضوع اقتصاد فردي الجديد، فابقوا معنا.
نعم سيد الدو، يعني لا يقتصر الاقتصاد الفردي الجديد على مجرد علاقة بين الناس والفرد، إن توجيه أصحاب المهنة الحرة إلى طريق تدوير اقتصاد الفردي الجديد فيتطلب أيضا البيئة الجيدة على الإنترنت كما ذكرت قبل قليل، وأيضا بعض السياسات المتكامل. فما هي السياسات التي قدمتها الحكومة لدعم وتدويرها؟ نعم، نحن الآن في وقت الذي تواجه السوق فيها الصعوبات والتحديات. كل مرة لما نقف في هذه الظروف أو في هذه الأوقات نعلم هناك يدين، اثنين، يد السوق ويد الحكومة. فالآن السوق في صعوبة، في يد السوق تشعر ببرودة. في هذا الوقت لازم تلعب يد الحكومة دور أكبر. سياسة اقتصاد فرد جديد كسياسة جديدة وترتبط بأنماط اقتصادية جديدة تحتاج إلى دور أكبر وأكثر عملية من الحكومة. كوضع دليل، لوضع دليل عن لهذا القطاع الناشئ. على سبيل المثال الحكومة لازم تفكر في كيفية تقليل التكلفات وتبسيط العمليات وضبط السوق، وكذلك بنفس الأهمية أيضا الحكومة لازم يعني تفكر في كيفية حل المشاكل الحقيقية والعملية لأصحاب الأعمال الصغيرة، مثلا التمويل والقروض وائتمان. كيف تقدم الدعم التمويلي للموردين، لانه اصحاب العمل الصغير لا يمكن لا يستطيع يعني تحمل تكلفه غاليه ولوقت طويل. فكل هذه نسميها خلق بيئة أمثل لقطاع الناشئ. نعم سيد الدو، أدى تطور اقتصاد رقمي إلى ظهور اقتصاد السحاب مثل التعليم عبر الإنترنت وأيضا الموظفي التشاركي وغيرها من الأشكال والنماذج والأعمال الجديدة، وأيضا كما عزز البث المباشر انتشار يعني للتجارة الإلكترونية. فمجلب مزيدا من الفرص التوظيف المتنوعة، فكيف ترى يعني فرص التوظيف في اقتصاد الفرد في المستقبل، وما هو اتجاهها لتدويره؟ في رأيي المستقبل يتمثل في معارف وتكنولوجيا. الآن نرى أنماط اقتصادية جديدة متنوعة مثل تعليم عبر الإنترنت وال ممكن مثلا مستشفيات الشبكية إلى آخره، لكن في الجوهر معارف وتكنولوجيا تمثل ركائز أساسية لتحقيق نمو مستديم لهذا القطاع. وأيضا لما نتكلم عن أسواق داخليا أرى أسواق الجديدة تتمثل في مناطق ريفية، وهناك أسواق جديدة وطبقات جديدة مستهلكين جدد. وخارجيا أرى العولمة ستبقى من مولدات القوية والأساسية لهذا القطاع، لأن الاقتصاد الفردي الرقمي أو الاقتصاد الرقمي عموما يعتمد على عولمة، لأن الإنترنت هو منفتح وتتميز بحرية وسهولة دخول واستفاد إلى حد كبير من العولمة.
فالصين طبعا من بين البلدان التي تستفيد من التيار او العصر الاولمبي. وكذلك تطور المستدين والمستقبلي لهذا النوع هذا القطاع الجديد ايضا يرتبط الى يرتبط بعلماء الى حد كبير. نعم، وأيضا السيد دو نجد يعني في الفترة الأخيرة شهد ازدحارا في التجارة الإلكترونية، وأيضا نحن دائما نتابع واحد يعني مشاهير الإنترنت متفوق لنشتري يعني البضائع التي يقدمها من هذه يعني من خلال هذه المشاهير ومتفوقي. فيعني أظن حاليا كثير من الشباب عندهم الأحلام ليصبحوا المشاهير في الإنترنت، ممكن يعني تؤدي لهم بعض اقتراحات لممارسة في مثل هذه الأنشطة العمليات، وأيضا يعني ما هي الخطة منكم لفتح لهم يعني المهنة الثانية في حياتهم؟ شكرا على هذا السؤال، لكن لست في مكان لتقديم اقتراحات، لاني شخصيا انا في صدد ايضا للتعلم من هذا العصر، من هذا الاقتصاد الجديد، لانه كل يوم نرى اشياء جديده تطلع لازم ان نتعلم منها، من الشباب، من اسواق، من الاقتصاديات الجديده. طبعا كما تفضلت به هناك نجوم مشعة وأبطال كبار، لكن العالم ليس للأبطال فقط. قطاع الاقتصاد أو الاقتصاد الرقمي أيضا يحتاج إلى أبطال والنجوم. النجوم يلعبون دور القاطرة ودافع لهذا القطاع، لكن على اساس على سياق في سياق الجماهير في حاجه الى هذا النوع من الاقتصاد الجديد ايضا، ويستفيد من هذا الاقتصاد الجديد الى حد كبير. هذا لا يمانع النجوم او النجوم والابطال، لكن نحن نشجع الناس او الشباب على السعي وراء الأحلام، لكن الأحلام لا تعني أوهام. يعني تحقيق الأحلام إلى الحقيقة يحتاج إلى معارف، الوصول إلى النجاح نتيجة لتراكم الخطوات البسيطة، يعني تراكم المعارف تدريجيا من المدارس، بعد التخرج تعلم تستفيد من العمل الحقيقي ومن الأعمال من السوق، وكل هذه أشياء لازم تتخذ خطوات عملية، وهذا يساعدك في تحقيق أو يعني تحقيق الأحلام في نهاية المطاف، ليس يعني ترى فقط القصص أبطال والنجوم وتسعى وراء الأوهام، فلازم هنا يعني هناك خط الفاصل. نعم، نحتاج إلى تراكم المعلومات ويعني جمع الخبرات من خلال أعمالنا، يعني هذا يحتاج إلى دراسة لمدة طويلة. وشكرا جزيلا سيد دو على هذه التعليقات، وأيضا شكرا جزيلا مرة أخرى على حضوركم في برنامج الصيني المال والأعمال. شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.